الشغل مظلومين ويا امير المؤمنين هذا الشغل مظلومين مصر الاولويه نبغيو نعرفوا شكون اللي منظم الوقفه الاحتجاجيه اليوم في السوق القديم ديال العالي ديال المحمديه. يا العمال والموظفين هما اللي منظمين هذه الوقفه بناء على الرغبه ديالهم، ولكن اتحاد العمل الشغالين بالمغرب هو اللي خدا المبادره وتقدم برساله للسيد العميد والمسؤولين على هذه الوقفه الاحتجاجيه. فهاد الملف بالضبط بعدا اللي كنتناقشوا عليه، حنا خصنا المخاطب مع من نتناقشوا، مع من تفاوضوا ونتناقشوا ونبركوا طاوله الحوار. هذا هو من الاسباب اللي خلاتنا نوقفوا هذه الوقفه الاحتجاجيه. هو هو احنا شوها والجماعه همشوها والعماله سكنتوها. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا الله سبحانه وتعالى بعدا هو الاول. الشكر لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو اللي كيسخر العبد ديالو باش ييسر لهاد الشريحه ديال الموظفين، اللي شريحه هي المرايه ديال مدينه المحمديه. هو هاد الناس هادو بهم كل مدينه المحمديه كيلقاو هاد الناس هادو، وخير دليل جات شي زياره ملكيه كيلقاو هاد الناس هادو كيخدموا ليلا ونهارا. جات شي حاجه ديال المواطن، هاد الفئه هي اللي كتحرك للمحمديه، هاد المحمديه لا يعقل لا يعقل. هاد الناس واش ما دايرينش الموت على البال ديالهم؟ واش هاد الناس ما عارفين بانه راه قد ما طال غادي يموت؟ واش هاد الناس هما ما عندهمش وليدات؟ واش هاد الناس كنتفائل انا مع راسي هاد الناس هادو واش كيجيهم؟ واش هو يبغي وليداته؟ يبغي هو يكري؟ يبغي هو ولادو يتشردوا؟ كاين دابا معنا ناس موظفين ها هما دابا اللي بقات لي كاين اللي بقات لي غير عامين، ولو غيعطيوه مسكين دابا ولو يعطيوه. واه على شوها والجماعه همشوها والعماله سكنتوها. هاد الملف هذا اول مره واخر مره بعدا باش ما نكونوش حتى حنا كنتفائلوا بشي حويجات. كنشكروا المجلس البلدي اللي دوز لينا هذا العرض هذه، وكنشكروا السلطات المحليه، وكنشكروا السيد العامل السابق اللي مشى، وبغينا نشكروا هذا السيد العامل اللي عندنا دابا في مدينه المحمديه اللي باغا تخدم هذه المدينه هذه، وبغيناها غير ما يدوروش بها الشلاهبيه. وبغينا بالنسبه لهذا الملف هذا كاين الناس اللي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ديك المرة كيقولوا لينا جمعوا استمارات، مشات الناس، كاين اللي ما عندوش فلوس مشات تسلف تكلف، كاين اللي خلى بزاف ديال الحوايج مشى كيجري باش مشى طمع وليداته وقال لهم راه جاب الله السكن. حنا دابا بعتوا شي مبالغ مالية في الاستمارة ولا؟ بعنا درنا استمارات. دابا هاد سوق الحد هذا اللي كنهضروا عليه حنا ولينا بغينا غير السهلة، أما هو اللي جينا بغينا نهضروا في المعقول. حنا راه عندنا لاكولين 37 سنة هذه لي صافي نسيناها ديال الموظفين الجماعه، راه هي في لاكولين راه ميته. بغيت غير نشوف هاد الناس المسؤولين اش من فائده في هذيك الارض كتضيع والناس كتموت. كاين دابا اللي غيخرج التقاعد مسكين كيرجع كيخدم في البلديه فابور، كاين اللي كيخرج دابا كاين اللي راجلها مات وخلى لها وليدات راه كاريه. ها هي معاك واحد معنا ناخذوا نموذج. يا امير المؤمنين هذا الشغل مظلومين. انا راجلي دوز عمره كله في البلديه وكان كينقي المحمديه، كينوض من الخمسه الصباح هو كينقي، في الاخر خرج عمى ما بقاش كيشوف. انا مرت بالسرطان وما خلاش ليا لا خلصه، ما عندي لا سكن لا خلصه مزيانه، وخلى ليا بنتي كنطلاوط عليها كنمشي نخدم في الديور باش كنعيش. انا ما شيتها في الديور الكرا، ما صدتش باش نكري، انا خرجوني من الكرا غير كنمشي غير هاد الناس كل ليله كنباتوا في دار، وراجلي مسكين خرج. اذا السيده شنو هي الكلمه تقول للسيد العميل؟ كنطلب من سيد العميل يحرك هذا الملف، راه الناس ضايعين في البلديه. يا امير المؤمنين الله يخليك. انت موظفه في الجماعه ديال المحمديه؟ انا موظفه في الجماعه المحليه. شحال من عام؟ شحال من عام؟ هذه 27 عام. جيت لقيت هاد الناس كيناضلوا، باقي كناضلوا وما ساكنينش. احنا وليداتنا انا وثلاثه الاولاد كنباتوا في بيت واحد، الدار ديال الوراثه، وما غنقولش لك الوراثه كيفاش كيتصرفوا، يعني الجفاف ديال الدروش كيداروا عليه. من انا كنطلب حق واحد، تطبيق الفصل 31 من الدستور.
اي انسان وهذاك سيدنا الله ينصرو قال لك كل واحد عنده حق في السكن. بغينا هاد اليد الخفيه اللي حابسه هاد الدوسي وهاد الملف تخرجوا للوجوه صافي، هادشي اللي بغينا. حنا ما ضد حتى شي واحد. اذا بغينا نسولو شكون الناس اللي منظمين هاد الوقفه هادي؟ واش هي تحت لواء شي نقابه ولا شي حاجه؟ بدون نفاق بدون مجامله، حيت فهي في القانون ضروري السلطات المحليه ضروري ولا بد خصها شي اثبات هاد الناس اللي غيديروا هاد الوقفه. حنا كنا غنديروا وقفه بلا حتى نقابه بلا يديك بلا يخليك، الناس المضروره تجي توقف في الارض ديالها. اذا هادو الموظفين ديال البلد، هادو موظفين ديال الجماعه، حنا ما كنا دايرينش نقابه اللي منظمه ولا هذا، هاد الناس مضرورين جايين واقفين على السقف. والجماعة همستوها والعمالة هادوك الناس غب، هادوك الناس دابا جاو هاد الاخوات ها هما اللي هضروا دابا، هاد الناس اللي هضروا دابا هاد الاخوات هادو راه هددوهم بار تليفون كيقولوا لهم ما تداروا على المصالح، كيقولوا لهم ما تمشيوش راه غيكون القطاع، واخويا قطع لينا ولكن ما تقدرش تقطع الروح. والسلام عليكم. اذا شنو الاضافه اللي عندك؟ والاضافه اللي عندي انا شحال من عام هذا الملف ديال السكن 37 عام، حنا قسمنا الكرا. الاجره ضعيفه. انا دابا والو الشهر بحال ما خدامش انا، كما قال الاخ حسين قال لك بنادم كيخرج لانتريز كيمشي يتساول كيمشي يسعى. وكنطلبوا الناس المسؤولين يشوفوا معنا في هذا الملف هذا، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه بنادم تقر. هي راه بدايه. اما البرنامج النضالي ديالنا راه باقي وكاين فيه اعتصامات لا داخل المقر ديال الجماعه لا في الارض ديالنا مع نصب الخيام، وحنا باقيين كنقولوها بصوت عالي، ما تخليوناش نغضبوا عليكم كمسؤولين ديال كما الغضب اللي غضب عليكم صاحب الجلاله على ولايه الدار البيضاء الكبرى، والمحمديه جزء لا يتجزا من ولايه الدار البيضاء، فحنا راه الغضب ديالنا راه غيكون يتجلى في اعتصامات بناء الخيام، يعني كل الوسائل المتاحه لنا للنضال غادي نمارسوها. وعلى ديك المساحه نبغيو تحدوا لنا هذه المنطقه هذه. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس. باش ما نكونوش كنافقوا، حنا دابا في عين المكان، حنا في عين المكان غير باش تشوفوا. الحمد لله اللي لهاد الناس اللي وقفوا مع هاد الشريحه ديال الجماعات المحمديه. هذه هي الارضيه، هذه هي الارضيه اللي جا هذا المجلس المؤخر اللي كنشكروه جزيل الشكر، المجلس البلدي اللي عطانا هذه الارض. هذه ها هي، هانتوما كتشوفوا، ها هي ولات دابا عامره بسميتو بالناس ديال الخضره وهذا، وهي فيها الناس ديال الكميوات. هانتوما حتى بكل صراحه انت كتشوف، انت كتشوف، انت اللي كيستافدوا هي بينا الله يعاونهم. حتى هما عندهم وليدات، حنا ما غاديش غنحرموا، حنا ماشي من ذوك النوع اللي كيحرم حتى هادو. نقولوا علاش كيوقفوا هنا في ارضنا؟ ارضنا راه باقي، وراه كون عطاونا ارضنا ما غاديش يوقفوا هاد الناس، راه كون عطاونا الارض ديالنا. واش هاد الناس غايجيو يحطوا الكميوات؟ واش كون عطاونا ارضنا واش هذيك الرحبه غادا تعمر؟ واش كون عطاونا ارضنا واش هاد الخضاره غيكونوا هنا؟ هاد الخضه كلشي هاد الناس. حنا ماشي ضد المواطن، حنا مع المواطن، غير بغيت نقول واحد الكلمه لهاد الناس ديال واحد الكلمه. هاد الناس اللي بغى يعاونوا هاد الشريحه هادي الله يخلي لهم وليداتهم، والله يجازيهم بخير، والله يرحم لهم الوالدين، وعلى راسهم المجلس البلدي والسلطات المحليه والسيده العامل، بغيناها توقف معنا في هذا الملف، الله يخلي لها الوليدات ديالها. حنا راه ما جايينش هنا باش نعايروا ولا نسبوا، حنا راه ولاد اليوم، حنا راه العيشه شحال غنعيشوا؟ حنا شحال غنعيشوا؟ راه المخير فينا هنا، راه كاين الناس لا مسكين غيخرج في هذا العام غيخرج حتى حاجه. وعاش الملك مره اخرى، وعاش محمد السادس. والعمالة سكنتوها وكون على شوها، والجماعة همشوها، والعمالة سكنتوها وكون على شوها، والجماعة همشوها، والعمالة سكنتوها. ويا أمير المؤمنين أجي تشوف المظلومين، ويا أمير المؤمنين أجي تشوف المقهورين، ويا أمير المؤمنين أجي تشوف المظلومين.